أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسر دوار واركي يغدن بيه يحوق حساسيا بيشا وغدتون كوين مقالة مقدشة وهبكي وقادة تي مدحوين حسن شيخ محمود إسلام مركاسين موجودة سياسة ريد وحوق له أيا لغوكي عيا حسن شيخ محمود عيدا محوقن أيا لغو أركي مقالة مقدشة أيا غوطة قاديد كدقال كاهي محي وكيلذي كسعودي حسن شيخ محمود كاللابتين كولان كي باشا وين اي قلبان اسلام مركاسين الدقنين علوس قدري حسن شيخ محمود كولان قاتي ساعدة بضن او اياشين سياسيين تا اولياشا اي سراكي شعيدا اي بلوين تا قلماح يونيس اي وعبودن ابقال اياكو سو قبقبوبي مقالة مقدشو كولان كاوكا دعاي قريقا حلبان حادولي او احسر قالهو قامين جري عيدا مدي بدبادا قارن ايا امينكا كسو هرجيستي حسن شيخ محمود اسلام مركاسين وحاو دونيا انو هبوقاتو حسن شيخ محمود كولان كاسي ايا وحا كقيب قلي سياسيين اي كمديهين قدومياشي هور اي قبل كبنادر جنرال مونقاب ايا عدد قابو ياسين ماحي ياسين قيدي كورنيل مسدلي عثمان حادولي ايا حبنا كالي ايا كقيب قلي كولان كا ايا مركي هور نحمري سياسيين تاني ايا حلبانو متالي اي مدحوين حسن شيخ محمود او اي هقامين ايين ياسين فري او اه دلاجي اقو وينا اي فهد ياسين اذيك سنجري اسلام مركاسين اقعان تيساي كومقان تاهي اكران تهليل اي محمد عجيب او مدحوينه او صوت ديري ان اي دجيان بيش اقل ماح او ادو كعسن مدحوينها ايا الله شاقي انو اسكود دايي انو دجيو حي صدق كدالتي مقا عابستا قدوميها قبل كبنادر او مالمكور مقا عابي انا مقا عابي يوسف مدالي كدب مركي او كبحي بلان او هري او قادي بلوين تقل ماح او اهتن او بادن اي دكتا قبل كبنادر او انا او دبادن بلوين تابقال حسن شيخ ايا ياسين فري ايا محمد عجيب او صور ديباي فرين اهيد ان باشا قلما حاي دجيسو حي صدى اسلام الكاسين او حالين دونو تباشادة كجرتا هالكاسي حسن ياشي وحا تاسي ديدي بلوين تا ايادا او عثمان حادولي او كو ايديي مدحوينها حسن شيخ محمودينو البابادة كحيرتي او او ديدنا حتا انو لكولمو تان ايو مركي لدورتي بلسي حدا او وحوالبا هاليي ايسان وحبكا ديجيسان دونين حسن شيخ محمود حبنا كسوغان كولانكا ايا ورباهينا دقار او شيغي انو نتيجة لان كسور دماغي اسلام مركاسينا كوحدي كسوغتي حسن شيخ محمود اي ميسكا كينين وح آنان او عنت من بيلوين تاسي وحا كدب كولانكاسي سوغو هاري حبنا ها بيشا قلماح او اسكو راعي انان لدالين رادين تحقوق دا بيشو دا وحينا ايذين عرسو جيديين مدحوين حسن شيخ محمود او بلانتي قبي اها بوغو بحي ما أهان مركي يوغو هرريسي حسن شيخ محمود او دقال كو قادي بيشاني وحانا لحصوص تا ان مدحليد كيسي كوبات او حلكا كا قادي حبنا بضن او بيشا كميد اه سيدا قدوميهي قبل كمونقابي سفير كي كينيا محمد علي اميريكو سفير كميدو غيروب الله او نحريستي نور عدد اي سفير كي امارات كعربتا ساعده اللا صور نافي وحا مقدشة كجري دغدخاق سياسة ديد او حوب له اي عيدة مبادن اسلام مركاسين اللاقو ديدن يهي قوان كمدح وينها اي لغو مقا عاوي قدوميها قبل كبنادر وحانا لغا عبسي قبا ان اي عيدة مبادن صور قلان مقالة مقدشة ولو شلي ساعده اللا صور نافي لغو اركيي تقنيكو آد او فرابادن او بيشاس اللا ده اسلام مركاسين الدقنين او ديريا حسن شيخ محمود اي قوانو كو اي دينيا إن حقودي مقالة مقدشة أو سينيو داد أسيغا إمن كهاريريه سفديا سيكستبها أهاتي موفي عنا حسن شيخ محمود إن أيمان تكسو هرجيستان رقيه قامين يي عيد مدي بدبادة قارن أوغو هرريو حلبان حادولي إسلام مركاسين حالة حسن شيخ محمود والو يابا دينا عكالي قرح مينا أوكا دعيد دولي تمقالة بلدويني غاري اي سارناين داد شعباهي اياميين كولا كعدي ديگان كا حجوب او دينا عكوفر بلدوين كحيغا كدوات 8 كيلومترنا او جرى بلدوين قرح وحا كده شي قسارو داواعه شنقف او شعباهي او سارنا غاري اياكو داواعنتي قرح مينو اي كده عي ديگان كا حجوب تدوات كاني قدهي سا كدوات 8 قف او شعباهي اياميين كولا كعدي ديگان هو سيمادو بلدوين كده مركي عيد مدى دولد دا او كاشن ايي داد كا ديگان كاي بلاوين هولغل كدن اه اروكاري جهسان عال شباب سيكستبها اهاتي اروكال شباب ايا امين كا اوود دودي وحاي نقدين ان اي مينوين دولكا جليان شعب هاكو قرحضو اما عيدان اما جيلا هالكاسي ماريا وحوغو شقا مجرتو دينا عكال عيدان مدى دولد دا او هولغل كا سميي ديگان هوس تاگا دقمدى بولا بورتي عال شباب ايا ادلو جبيي عيدمدى دولد دا قار اهان اروكا افرتاني كوبات قوتا دا شناد قيبتا لواتاني تضوبات
xoog dalka oo kaashanaya ciidamada dib u xoreynta deegaanka ayaa howlgal qorsheysan ka fuliyay deegaano badan oo dhanka galbeedka uga beegan degmada Buuleburte ee gobolka Hiiraan. Howlgalkani ayaa si gaar ah waxa ugu dhacay meesha loo yaqaano Jameeca Mubaarak iyo Jameeca Shiin ilaa Buurweyn oo saldhig weyn ay ku lahaayeen ururka argagixisada Al-Shabaab. Ciidanka xoogga dalka ayaa howlgalkani intii uu socday soo burburiyey fariisimo badan oo ay Al-Shabaab dadka shacabka iyo gawaarida canshuur uga qaadan jireen, maadaama gawaarida ka soo baxa degmada Buuleburte una socda Muqdisho ay halkaasi canshuur xooggan uga qaadan jireen. Si kastaba ha ahaatee, jab xooggan ayaa halkaasi lagu gaarsiiyey ururka Al-Shabaab. Isla Hiiraan ayaynu ku jirnaahay ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo dagaal kula wareegay deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan, isla markaasina ururka Al-Shabaab ayaa meel kasta looga dabagalayaa. Ciidanka kumaandooska gorgor ee xoogga dalka oo kaashanaya ciidanka dib u xoreynta deegaanka Macawisley ayaa howlgal qorsheysan ka fuliyay dhulka Buuraleyda ee gobolka Hiiraan. Howlgalkani ayaa si gaar ah waxa ugu dhacay buurta Dacaaro oo saldhig weyn ay ku lahaayeen ururka Al-Shabaab, isla markaasina ay kaga gamban jireen diyaaradaha duqeymaha ah ee ciidamada Mareykanka. Ciidanka kumaandooska gorgor ayaa howlgalka ku dilay ku dhawaad lix ka tirsan ururka Al-Shabaab, sida lagu sheegay war ka soo baxay saraakiisha howlgalkani hogaaminaysay oo u warantay idaacadda codka ciidamada qalabka sida. Sidoo kale saraakiisha howlgalkani hogaaminaysay ayaa sheegay in ciidanka Shabaab ka soo furteen 400 oo neef oo ari ahay oo afduub ahaan ay u haysteen, maadaama ciidamada Al-Shabaab meel kasta oo ay ku arkaan xoolaha ummadda Soomaaliyeed horey u sii qafaashanaya, isla markaasina neef walba hore u sii qalanaya. Hase ahaatee, afduubkaasi ayaa iminka xoolahaasi laga soo dhigay, meelo badan waa laga qabsaday. Gobolka Hiiraan saacadaha soo socda waxaa la leeyahay waa laga ciribtirayaa dhanka iyo degmada Buuleburte ilaa Jallaqsi ilaa Jowhar ayaa la damacsan yahay in gebi ahaanba laga soo afjaro ururka Al-Shabaab. Si kastaba ha ahaatee, Shabaab ayaa iminka qaatilka taagan beelweynta Xawaadle ee ka dagaalamaysa deegaanada Hiiraan ilaa xuduudaha Galmudug. Wuxuu yahay halbeegga lagu qiimeynayo 100 maalmood ee uu xafiiska joogay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Filashada, bogaadinta, hambalyeynta iyo dabaaldegga lagu soo dhaweeyey waxaa berber yaalay xaalad halis ah oo waddanku ku sugnaa abaaro, amni xumo, hubanti la'aan siyaasadeed iyo Soomaali aan heshiis ahayn, ayuu madaxweyne Xasan Sheekh 23-kii May la wareegay xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Amniga. Qorshaha amniga qaranka ee dowladdu ku wajahayso ciribtirka argagixisada aafiisii shacabka ayuu madaxweynuhu sheegay inuu yahay mid saddex geesle ah. Cudud ciidan in cadowga lagu wajaho cunnaqabateyn dhaqaale iyo wacyigelin bulsho, taasi oo looga hortegayo fikirka guracan iyo fasiraadda qaldan ee ay ka bixiyeen diinteenna suuban. Dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.